بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذا الحرف، حرف سي. طبعا رأينا الحالات التي ينطق فيها كحرف أس. طبعا هذا حرف سي سبق وأن رأيناه هنا كما نلاحظون غوني كول. غوني كول طبعا قلنا بأن الصين ينطق ككا، ينطق ككا. نقول مثلا ميكي. طبعا هنا نذكر الصي الذي ينطق كأس، ينطق كأس. وقلنا بأن الصي ينطق كأس إذا أتى بعده أ أو أتت بعده إي إيغريك. طبعا سنضيف بعض الأمور المتعلقة بعد النطقين، النطق سي ثم النطق اس، حتى نعرف استعمالات هاد الحرفين. إذن كما قلنا بأن سي تنطق ك ك إذا أتت متبوعة ب أ، أو إذا أتت متبوعة ب إي، أو إذا أتت متبوعة ب أو. طبعا هذا من حيث الفويل، الفويل يعني الصوتيات، كاين او كاين اي كاين او كاين او كاين اي كاين ايغريك. طبعا سي تنطق ك ك اذا اتت متبوعه ب ا او اي او او، واذا اتت متبوعه بحروف صامته كما نلاحظ في الحاله الثانيه سال او سار، اذا كانت متبوعه بحروف صامته اذا طبعا تنطق ايضا ككا. إذا نقول مثلا ان كافي، ان كافي يعني قهوة. دي كوراج، دي كوراج كما نقول من الشجاعة، لو كوراج يعني الشجاعة. نقول عن شخص بأنه كوراجو يعني أنه شجاع. دي كوراج إذا من الشجاعة. تقول لشخص دي كوراج، المقصود فلتكن عندك من الشجاعة. ثم لي كوب، إذا نتكلم عن لي كوب دو غلاس مثلا، ليكيب دو غلاس او بيان لي غلاس، ليكيب مكعبات. اذا ليكيب مكعبات. ان كونكومبر، ان كونكومبر. طبعا كلمه كونكومبر ولا سيلو كونكومبر، سيلو كونكومبر. اذا هذا يسمى كونكومبر كما نلاحظ في الصوره. ثم عندنا إن كوافير، إن كوافير. voilà c'est une coiffure. إذا نتكلم عن تمشيطة أو تسريحة شعر إذا تسمى كوافير. ثم أن كاري، أن كاري. إذا كما نلاحظ بأن الصي تتبع ب أ، تتبع ب إي، تتبع ب أو إلى غير ذلك. أو مثلا كما عندنا هنا أن تتبع بأحرف صامتة، مثلا une crevette، une crevette. voilà c'est une crevette، c'est une crevette. إذا نتكلم عن سي متبوعة بإر، إذا تقرأ أيضا ككا، تنطق أيضا ككا. ثم عندنا un crabe، un crabe. voilà c'est un crabe، c'est un crabe، c'est un crabe. ثم عندنا un clou، un clou. regardez sur l'image، ce sont les clous، ce sont les clous. إذا نتكلم عن مسامير، ce sont les clous. ثم un classeur، un classeur. regardez sur l'image، c'est un classeur، c'est un classeur. Clarisse، Clarisse. طبعا كلمة كلاريس لو برينو كلاريس، إذا نتكلم عن الاسم كلاريس. ديريف يعني أنه يشتق، عندنا لو فيرب ديريفي، لو فيرب ديريفي يعني فعل اشتق، أنه يشتق دو برينو لاتان من الاسم اللاتيني كلارا، تجي من هذا الاسم هذا. إذا كلاريس تجي من اسم كلارا، الاسم كلارا أنه اسم لاتيني
كي سينيفي الذي يعني بغيون، الذي يعني متألق. نقول عن شخصين بغيون يعني أنه متألق، بغيونت أنها متألقة، بلوغيو يعني أنه مجيد. في المؤنث نقول بلوغيوز، في المؤنث نقول بلوغيوز. أوكلير كلير طبعا واضح، كلير واضح. من هنا يأتي الاسم كلاريس. طبعا الذي يهمنا هنا أن كلمة كلاريس تتضمن صيمة بوعة بآل، إذن تنطق كاكا. نفس الأمر طبعا مع لاكلاس، لاكلاس نفس الأمر طبعا مع لاكلاس يعني القسم. ستقرأ كاكا إذا كانت متبوعة بأب أو بإي، أو إذا كانت متبوعة بحرف صامت. الآن سنرى الصي متبوعة بإي أو إي أو إي كما قلنا. إذن طبعا في هذه الحالة الصي تقرأ كأس، كما عندنا في الكلمة التالية لاكلاس، لاكلاس. نتكلم عن كلمة كلاس كما نلاحظ هنا إن كلاس. إذن هذه المأكولات تسمى كلاس. طبعا حتى بالنسبة للزجاج يسمى كلاس كما نلاحظ هنا عندنا ليزي سوي كلاس، ليزي سوي كلاس. تنقولوا سوي كلاس، ليزي سوي كلاس. إسوي هذه تجي من فعل إسوي، إسوي يعني أنك تمسح إلى غير ذلك. إذن ليزي سوي كلاس، إذن نتكلم عن ماسحات الزجاج. إذن كلاس، كلاس يعني زجاج. أحيانا نتكلم عن فيتخ دو لا فواتيغ، يعني أيضا زجاج. كلمة كلاس أن عندها معاني كثيرة، ممكن تعني الثلج، ممكن تعني هاد المأكولات المثلجة، ممكن تعني الزجاج أو تعني المرآة إلى غير ذلك كما رأينا. ثم إن ليماس، إن ليماس، إن ليماس، ليماس. طبعا ليماس فوالا سيت إن ليماس، سيت إن ليماس. إذا الحلزون يسمى ليماس. ثم عندنا أنسين، أنسين. سور ليماج، سور ليماج أنسين. ثم عندنا ديغاسين، ديغاسين يعني جذور. ديغاسين نتكلم على ليغاسين دو لارف، إذا نتكلم على جذور الشجرة. ثم لو سينما، لو سينما. رأينا هذه الكلمة كما قبل، إذا نتكلم عن السينما. ثم كلمة دوس في المؤنث رطبة أو لطيفة، في المذكر نقول دو، تكتب بإكس في الآخر، المقصود بها لطيف أو رطب إلى غير ذلك. ثم عندنا كلمة إيسي، هنا كما رأينا لو سيترون، لو سيترون نتكلم عن الليمون كما رأينا. إذا نقول لو سيترون إتان فخوي أسيد، لو سيترون إتان فخوي أسيد. الليمون هو فاكهة حامضة، لو سيترون إتان فخوي أسيد. طبعا رأينا السي حينما تنطق كأس، قلنا بأن الحالات التي تجعلها تنطق كأس عندما تتبع بأ، عندما تتبع بإي، عندما تتبع بإيغاك. لكن عندما تكون عندنا السي متبوعة بأ وإي وأو، طبعا كما قلنا بأنها تنطق ككا. لكننا نريد هذه السي في هذه الحالة عندما تكون متبوعة بأ أو إي أو أو، نريدها أن تنطق كأس. ماذا سنفعل؟ طبعا سنضيف للسي مثل الخمسة، مثل رقم خمسة في أسفلها تسمى سيديل. إذن هاد الجزئية تسمى سيديل. عندما نضيف لها هاد الجزئية عندما تتبع بأ أو إي أو أو، إذن هذا يجعلها تنطق كأس. نقول مثلا أن غارسون، أن غارسون. طبعا بدون هاد الجزئية سنقرأ الكلمة أن غاركون، أن غاركون. إذن نريد أن ننطق الكلمة غارسون ونكتبها بالصي. إذن طبعا سنضيف لها
هاد الجزئية. أن غارسون، أن غارسون المقصود به طفل. أن غلاسون، فوالا سو سون دي غلاسون. إذا نتكلم عن مكعبات التلج، ثم إن لوسون نتكلم عن درس. إن لوسون، جيكوت لا لوسون، أنا أسمع الدرس. إذا نتكلم عن كلمة لوسون تكون سي مضافة لها هاد الجزئية حتى تنطق كأس أمام أو. ثم أماسون، أماسون إذا نتكلم عن بناء، الرجل يبني، الشخص الذي يبني، إذا يسمى أماسون. ثم نتكلم عن لو فيرب غوسوفوار. غوسوفوار طبعا سي تنطق كأس لأنها تكون متبوعة بأ في فعل غوسوفوار، لكن طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل هي غوسي، كما نقول استقبل أو تسلم. نتكلم مثلا عن إن مارشانديز غوسي، نتكلم عن بضاعة أنها أخذت، أنها استقبلت أو تسلمت. جو سوي غوسي يعني أنا استقبلت. إذا نتكلم عن غوسي، إذا في الحالة هاد سي تكتب هاد سيديل. ثم مثلا ليسي، ليسي كما نقول أنه أحزن أو حزين. إذن طبعا سي أمام إي ستنطق كاكا، وحتى لا تنطق هكذا نريد أن تنطق كأس، إذن طبعا نضيف لها الجزئية التي ذكرنا. إي لافا إغانسا لا فيسال، إذن إي لافا طبعا نتكلم عن لافا بلافي وباسي سامبل، إذن نتكلم عن زمن في الماضي. إي لافا هي غسلت إغانسا. فوتيل، فوتيل هل يتوجب؟ سوغانسي لا بوش، سوغانسي لا بوش، سوغانسي لا بوش طبعا لا بوش هو الفم. ابخي لو بغوساج دي دون، واش تتوجب ان الانسان يشلل الفم ديالو؟ سوغانسي لا بوش ابخي لو بغوساج، ابخي لو بغوساج دي دون بعد فرك الاسنان او بعد غسل الاسنان. طبعا نتكلم على لو بغوساج يعني المقصود بأنك تحك بالشيتا. إذا نتكلم عن لابغوس، لابغوس يعني الشيتا، بغوصي يعني أنك تحك شيئا بهاد الشيتا. إذا نتكلم عن لابغوساج. إذا الذي يهمنا هنا هو لو فيرب سوغانسي، أنك تغسل شيئا ما من جسمك. إذا كما قلنا الآن إي لافا إي غانسا، ثم أنها تغسل الغسلة الأخيرة لافيسيل، صحن المطبخ تسمى لافيسيل. إذن كما قلنا الآن هذه الحالات التي تأتي فيها سي سواء كانت منطوقة كاكا أو كانت منطوقة كأس. إذن نستأنف فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.